السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبيبي تاني اعدادي، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا، يا رب تكونوا كلكم بخير. ان شاء الله النهاردة هنحل امتحان على الدرس الاول في التاريخ من كتاب الامتحان، درس محمد صلى الله عليه وسلم، المولد والنشأة. قبل ما نبتدي نعمل لايك للفيديو، شير والاشتراك في القناة، ونفعل زر الجرس لكل عشان يوصلكم كل جديد بأمر الله. نسمي الله ونصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رقم واحد، اختر الإجابة الصحيحة من ما بين القوسين. واحد، عمل والد الرسول صلى الله عليه وسلم في مجال التجارة. رقم اثنين، أقام عندهم محمد صلى الله عليه وسلم في طفولته 4 أعوام كانت خير وبركة عليهم، هي قبيلة بني سعد. رقم ثلاثة، تحمل مسؤولية الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في 6 من عمره عبد المطلب. رقم أربعة، دفن عبد الله بن عبد المطلب بإحدى مدن شبه الجزيرة العربية والتي تقع بجهتها الغربية. رقم خمسة، مارس الرسول صلى الله عليه وسلم حرفة الرعي في طفولته ممن ساعد في اكتساب بعض الصفات مثل الصبر وتحمل المشاق. رقم ب، بما تفسر محاولة إبراهة الحبشي هدم الكعبة؟ لكي يسرف العرب عن زيارتها وتعظيمها وليتجهوا إلى كنيسته التي بناها بأرض اليمن. رقم 2، بما تفسر لقب الرسول صلى الله عليه وسلم بالصادق الأمين؟ لأنه عرف عنه الأمانة والصدق. رقم 2، دلل تاريخيا على صحة العبارة التالية: اكتسب الرسول صلى الله عليه وسلم العديد من الصفات من حياته بالبادية، حيث اكتسب الرسول صلى الله عليه وسلم فصاحة اللسان ورجاحة العقل وقوة البنيان. رقم ب، من هو أو من يكون أول زوجة تزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ السيدة خديجة. 2، عمل محمد صلى الله عليه وسلم في طفولته بالرعي الأغنام ليخفف العبء عنه، هو عم الرسول أبو طالب. رقم 3، قام بتسمية الرسول صلى الله عليه وسلم محمدا، هو جده عبد المطلب. وبكده حبايبي نكون انتهينا من حل اسئلتنا النهارده. اتمنى يا رب ان الفيديو يكون دخل عليكم بالفهم والنفع والسهوله واليسر، واتمنى لكم مزيدا من النجاح والتفوق والفلاح. ولو استفدت من الفيديو اضغط لايك وشير والاشتراك في القناه وفعل زر الجرس كله عشان يوصلك كل جديد بامر الله، والقاكم في درس اخر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.